كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا. فضوء الشمس ينتشر ويتفشى على كل الأماكن بنفس اللحظة، فالشمس تبعد عنا 150 مليون كيلو متر، والضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلو متر بالثانية الواحدة، بمعنى أن ضوء الشمس يصل إلينا في 8 دقائق، وهو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولوضوح وسطوع ضوء الشمس ضرب بها العرب المثل في أن الحقيقة لا يمكن أن تخفى مهما حاولنا أن نخفيها بالمبررات أو الحجج. فالشمس لا تغطى بغربال، والغربال هو المنخل الذي يستخدم لتنقية القمح. كم شدة كشفت معادن أهلها، أما الشدائد للورى غرباله. وزاوية سقوط شعاع الشمس هو العامل الأساس في صناعة الحرارة، فأقرب ما تكون الشمس إلينا في حال الشتاء إلا أن شعاعها مائل ولذلك تكون باردة، وأبعد ما تكون منا الشمس في حال الصيف إلا أن شعاعها عمودي ولذلك تكون حارة. وخلال هذه الأيام تنكسر شعاع الشمس فيطول الظل ويطول الفي، فالظل ما قبل الزوال والفي ما بعد الزوال. رأيت خيال الظل أكبر عبرة يلوح بها معنى الكمال لأحداقي، شخوص وأشباح تمر وتنقضي، وليس لها مما قضى الله من واقي، لها حركات ثم يبدو سكونها وتفنى جميعا والمحرك باقي.